بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أيمن حسني، المترشح لانتخابات المجالس المحلية عمادة النسيم المعتمدية المحمدية، ولاية بنارس. عمري 42 سنة، موظف بوزارة الصحة. ترشحت لانتخابات المجالس المحلية من منطقة المسؤولية، ولتكريس دور الدولة في كل توجهاتها من خلال السعي إلى التحسين والنهوض بالمنطقة اللي نعرف مشاكلها، على خاطر قريت وكبرت وترعرعت فيها، وذلك من خلال برنامج واضح. أولا، الحرص على تهيئة المناطق الخضراء والعناية بالبيئة والحدائق العمومية المهملة، معالجة قنوات الصرف الصحي وقنوات تصريف المياه الأمطار اللي نحبوها الأمطار نافعة مش ضارة، على خاطر مياه الأمطار والبلوعات اللي تتسد لعدم الصيانة الكلها قاعدة تتدفق المدخل حي النسيم والمداخل الأخرى من جهات الأخرى من جميع الجهات في المنطقة. تدعيم شبكة الإنارة العمومية لبعض الأحياء اللي تعاني من نقص الإنارة، ونحب التنسيق مع الإدارة التربوية لتوفير قاعة مراجعة عصرية في جميع المعاهد في جميع المعاهد المنطقة. شنو معناها قاعة مراجعة عصرية؟ ما فيها واي فاي، فيها دي بي سي باش تلمضى وقت الراحة، وقت الراحة بتاعهم ما يخرجوش للشارع وما يخرجوش قدام الليسي، ونحن نعرفوا شنو يصير اللي قاعد يصير قدام الليسيات. تسوية الوضعية العقارية مع الجهات المختصة، ونذكر منها السنيت وما شابه ذلك. نعرفوا اللي أغلبية الشباب التونسي مقاطع الانتخابات وما عادش يحب يمارس حقه الانتخابي، وذاك لانعدام الثقة بين المسؤول السياسي والشاب التونسي، وعز جميع الحكومات المتعاقبة اللي سبقت على فهم الفكر الشبابي وطموحاته. وهذا لازمنا وذاك علاش لازمنا نرجعوا الأمل في الشاب التونسي، ونزرعوا فيه روح المواطنة اللي تفقدت. علاش لازمنا نقربوا للشباب من غير وعود زائفة باش تكسب ثقته. وفي الختام ندعو جميع المتساكنين في عمادة النسيم باش يصوتوا بكثافة في الدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية، وشكراً.